كرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نادي الصحافه. نستضيف لك مديري في هذه الحلقه السيد جدنا ولديد، مدير موقع موري ويب انفو، الشنوف المالوكي في موقع الطواري، وصنيب الكوري من جريده القلم. اهلا بكم مديري الكرام. اذا في البدايه راح نتكلموا عن رئاسه الاتحاد الافريقي اللي بين يدين موريتان الحال. نختار نعرفوا شنو التحديات حسبكم انتم اللي تواجه موريتان في هذه الفترة. جدنا دونك ما جو بوري ميكسبريم عن عربوسي. المهم حسب اللي ظهر لي اللي اعلنها شيئا ما هدية ملقومة به اللي رئيس رئاسة موريتانيا للاتحاد الافريقي جاية فترة. على كل حال الافريقي قاع ما قط في خوضها المشاكل اللي غير مولي هذه الفترة، حقيقة الحكومة فيها مشاكل عويصة وفي بؤر توتر في سكون ابي لي ريجيون افريكان، والتالي منهم قاع اللي تاثر نحن من مباشره اللي هي تاثر من الموريتانيين هو اللي قاع في سنتر افريقيا. معناها هذا من ناحيه فيه ان رول نعطي الموريتاني انها تلعبوا على المستوى الدبلوماسي الافريقي، ومن الناحيه الاخرى ملي راح قد يعود مرآة تعكس شيئا ما ملي قدرة السلطات محليا ل عطي لو بون اكزامبل ان توكا ان ماتير دو جيستيون ديموكراتيك الانتر. انا هذا حسب ظني دونك اللي يعود لي هذه المعطيات كامله. لكن الجانب اللي هو جانب دبلوماسي كونتيننتال، وجانب ثاني ملي استيعابنا احنا قاع الحقيقه الموريتانيين للعبه الديمقراطيه في اطار دول الموريتانيين. شنو؟ انا ظاهر لي اولا شكرا على استضافتكم. انا ظاهر لي عنا يلا نديروا اولا رئاستنا الاتحاد الافريقي في سياقها الحقيقي، وعقب ذاك نقولوا التحديات اللي تواجهنا. هذه رئاسة خلقت فيها ياسر من المقالطات من الأطراف السياسية الموريتانية بطرفيها، الموالاة والمعارضة. فعلا خلقت مقالطة من طرف الأغلبية عن انتصار دبلوماسي كبير عن 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 عن, عن احنا تراسنا الاتحاد الافريقي، وذاك يلا نعودوا على الاقل دايرين كرعين على التراب. هي اياك نقولوا عنها لحقتنا بالدور ولحقتنا لا عن عن منطقتنا لاحقتها ولا فيها حد مو مؤهل ما هو نحن. وهذا التأهيل قاع في حد ذاته قد يعود عامل قوة لنا وقد يعود عامل إيجابي. غير هم اللي يقولان عنها ما هي رواية مهمة كيف يقول الأطراف الأخرى، ذاك هم اللي ما فيه الحقيقة هي رواية مهمة وتشريف كبير الدولة عادت عندها رئاسة الاتحاد الافريقي، وشيئا في شيئا عام عقب عام تعود الرئاسة اهم. حتى عن قد نقول لكم عنها اهم رئاستنا راكلها من رئاستنا الماضية، لان التفاعل ضركاتية اكثر من ذيك الساعة مع ان ذيك الساعه اسمنا صالح بمعنى الكلمه. هذا في السياق العام. بالنسبه للتحديات اللي تواجهنا، انا نرجع للي قال الاخ جدنا ونعمق اكثر. نحن رئاسه الاتحاد الافريقي جاتنا وقت صعب نحن وصعب الافريقيه. صعب نحن لان الرئيس راه يعود يوازي بين عمله في الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي والجدول الزمني المشغول عنده، وبين اللي استعداده كرجل سياسي للرئاسيات المقبله.
وهل هذا التوفيق بينه صعيب لا يعود ولا يعود، والله لعنه هو أول تحدي كبير عند الرئيس. التحدي الثاني هو اللي ندوره نحن من هذه الرئاسة، من درايك كان نبغى تمر هكذا كيف رئاسات اللي سبقوها، والله نحاول نعدلوا منها اكثر استقلال دبلوماسي. وظاهر لي عن اذا لفت شفتي الى الان، ظاهر لي عن عنه لا يعود اكثر في الناحيه الاولى الى ما طرى شيء، لاني لفت شفت استقلالها اكثر لا للدواعي السياسيه المحليه، ما فت شفت انعكاسها على دور طران في المنطقه. انا اشاهد تقريبا مفاوضات المصالحه مالي حذانه تقودها الجزائر، يلا نحن بما ان على الاتحاد الافريقي يلا نعود هم القائدينها. لاحظوا ملي عن دورنا معدوم، مثلا قالوا الازمه في وسط افريقيا ماركاتيه، ونلاحظوا ملي عن مدخلين روسنا في شيء ما لا بد لنا منه، هو هذه اليد الممدوده لنظام، ولو قال عنه لا يتم الا نظام انقلابي في مصر. لكن ملي ما هو الدور اللي الله. بالنسبه للتحديات المستقبليه، الله اللي يعني عندنا قمم مهمه لا يشارك فيها الرئيس الموريتاني، ما كانت الى تنتاح له يكون الى عاد رئيس الاتحاد الافريقي، وتقد ما تنتاح للرؤساء الموريتانيين في القرن المقبل. هذه القمم يلا نحضروها تحضير حقيقي، جاويت يلا نحضروها تحضير جيد، وجيفاه يلا نحضروها، وحتى القمه الافريقيه الاوروبيه اللي في افريل المقبل يلا نحضروا هذا التحضير الحقيقي، والقمه الافريقيه الهنديه، والقمه الافريقيه الولايات المتحدة، ويلا على الأقل يعود فر في جانبنا الإفريقي متحدين على رفع السمعة الموريتانية، لأن ما ينذكر عن محمد بن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي ينذكر عن موريتاني رئيس الاتحاد الإفريقي. ياك نعود أوبجيكتيف في هذا، يا الله نحاولوا نتفاداوا الاخطاء من دار كاتيه، ونحاولوا نعدلوا انطلاقه، ونحاولوا تميز موريتانيا رئاسه في الاتحاد الافريقي تميزوا عن الرئاسات السابقه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق انا كاع تلاقي شي قبائل قايلوا بيا اللي الاخوه جاوا حكمنا على اساس السؤال اللي طرحت، لاني فقط كيف الزملاء اتمنى لموريتاني لانها ان شاء الله في تبوؤها لهذه الرئاسه، رئاسه افريقيا، انها تود ان شاء الله تبلي بلاء حسن الحقيقه. وكيف قال لك الاخ شنوف، انا راه لانها مسؤوليه كبيره، راه لانه شرف مهم لموريتاني به اللي تواليه زعامه افريقيا كامله. سوات ياها الله، لان بالنسبه للتحديات، وهذه التحديات افريقيا كي قال عندنا زملاء قاره اصلا دائما فيها ياسر المشاكل، مشاكل متشعبه قد الامراض ومن قد قاعد لا مشاكل هي كقاره، الحروب الاهليه وهي الامور كامله. نرجع شوي سابقنا نتكلم عن تحديات الاخبار اللي قضية تبوء موريتانيا لهذه الرئاسة، ياك توهت ياها الشير، لأنها الحق قضية منطقة، دائما كل منطقة من إفريقيا تجي الرئاسة برا، وبالتالي بقدر ما نزمنوا مثلا جهة الموريتاني اللي مهم، بقدر ما مولي أدروا يقبيتوا خلى عادي
اللي خارج رواية هون عند الموريتان. الواحد اللي نبدأ نذكرها هو أنهم دائما يعدوا شمال الأمور اللي بارفوا سافريز بريديكيل، مثلا العالم يوم أرجع علينا بصورة مثلا ما هي طبيعية، اللي فعلا رئيسنا عاد الاتحاد الإفريقي، هذا شيء مهم يقال أن الواحد لأن خارج رواية عدوا الموريتان هارم هذا، وهذا من قد مثلا الاستقلال السياسي للقضية، أنهم يعدلوا حفلة كبيرة ويعدلوا شمال تطبيل وشمال الأعياد الأساسة. وقت الموريتان ما هي قاعدة في الاتحاد الافريقي، الموريتان عضو مؤسس الاتحاد الافريقي. ظاهر لانها مولي اللي فاتت رأست الاتحاد الافريقي وبلات به بلاء حسن. واللي راجي ماركاتيا محمد عبد العزيز كرئيس موريتاني مولي وزاد اللي يقوم بذاك الدور يبلي مولي وزاد بلاء حسن. بالنسبة للتحديات اللي قلت لك، تحديات كبيرة كيف مثلا قضية وسط افريقيا هذه، قضية مثلا اخبار الامن المنطقة كاملة، أخبار الحروب، أخبار الانقلابات، أخبار عدم الاستقرار السياسي، أخبار هاي شنو التحديات الحقيقة. أهل الموريتانية ماركات إياها في المقدمة، ما أنها تبوأ هاي الرئاسة في المقدمة إلا أنها تقدم شيء حقيقي لحل هذه مثلا لحل هذه الأزمات وحل هاي مثلا مواجهة هاي التحديات. إلى آخر ذاك الحلقة الموريتانية نشحت في هاي المرحلة، واللي رئيس لعب دور مثلا متميز وذاك مهم عند الموريتاني. والى ما خلق ذاك يعود الى طبيعي به افريقيا كاع معروف انها اصلا اكثر المنظمه المؤسسه اكثر هي شكليه من هي مثلا عندها اداء حقيقي. كي تخلص من 60 اللي الاركاتيا قليل يتخلص التاريخ مثلا المنظمه وتاريخ مشاكل وتاريخ حروب وتاريخ تحديات كان قطعت تتعرض لها، اللي تراها دائما افريقيا قاعد دورها فيه الا عادي. معناها القضيه اكثر هي شكليه من هي جوهريه، بين افريقيا ما عندها بعد كاع الامكانيات هي راسها للحلول حل مشاكلها. وبسط مثال هذا قضيه مالي هذه اللي حلالها، وتعرفوا ان عاد لو دلنا من جهه قوه فرنسيه هي مثلا تحل المشكله عاد كاع حلت. وقضيه جنوب افريقيا ما جنوب افريقيا وسط افريقيا كانت فيها مولين جات قوه اجنبيه، والله يجي قوه اجنبيه جات تحل. معناها جميع المشاكل الافريقيه دائما تنحل لا في اطار كاع ما هو افريقي. معناها القضية عندي انها قصرية شكلية، هم تحديات كبيرة. النقطة الأخيرة اختار نجي إليها وشاطر فيها الأخ شنوف، هو أن نحن هون قاع المستوى الوطني عندنا ياسر المشاكل، عندنا المشاكل ياسر المشاكل يزاد مولي متشعبة، وهذا فعلا اللي هي يطلب من الرئيس لأنه اللي هي زايد ويضاعف جهوده. اللي يعود يلعب على جبهتين، جبهة داخلية لا سيما أن كاتية ظرفية جايتنا فيها انتخابات أقل من 5 أشهر 6 أشهر. لأن يعني العمل اللي يعود عنده ياسر من العمل هو الراس وطاقمه ووزراء وحكومته اللي مازالت تفكر على شنو قضيتها. والجانب الاخر جانب مولي دولي، معناه انه اللي يعود الحق مشغول يعود مثلا تحديات اكثر، اللي تحديات لافريقيا وتحديات موريتان. الا بعد اني قلت لك اخبار شوف اللي اخترته نزيد على التحديات اللي مطروحه سياسيه للقاره بصفه عامه. فما تحديات مالية اقتصادية لا بد أن نطرح لها بلدها، وراه الأخ شنوف ذكر ذوك أجندة اللقاءات اللي عند رئيس الدوري للاتحاد، واللي حقيقة حكما عود شيئا ما فرصة لإثبات الذات قدام الناس اللي أولا اللي جيت افريكان اللي منحوا الثقه الموريتانية على انها ولو عنها دوريه منحوها هذه الثقه. ولكن كيف قلت قبيل وهو مع الاسم كامل الاسف هو مشكل افريقيا اللي خلق فيها كامل التحولات السياسيه اللي بدات اولا كانها لبرنتان عرب هذو اللي انقال عنهم بقوا عائق مالي سياسي. معناها ليفوليسيون بوليتيك نا با سويفي الاسبيراسيون او شانجمون اللي كان عند المواطنين، وهذا بحد ذاته تحدي به اللي احنا كيف قال صنيبه موفين دو ريسوفار المينيستر دو لا كولتور ايجيبسيان هناتيا وفين دان ايتا ولي ان بوتش اوكيل اوسي لا كوميونيتي انترناسيونال مالوريزمون سامبل بلوتو اديري يعني عليها على الاقل الناس اللي يعطونا دوام دروس الديمقراطيه كيف الاتحاد الاوروبي كيف امريكا. انا سمعت جون كيري يقول عنه ميم سي 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 سبورت كانديدا يسري كاباب دي لاكسبتي كوم. معناها على هذه التحديات السياسيه والاقتصاديه اللي تجعل من 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 قوه موريتانيا والله حكمتها
في مشاركه ولا مساهمه في حل ذول المشاكل. هذا اللي عنده قال لي يحوط بنا احنا كيف المالي اللي ساجي توسا لهنا عرفوا نقدوا نعدلوا ان بلاد اكتب فور لير في الوقت الحالي نقدوا نقولوا على ان هذه رئاسه دوريه جات راهي جات صالحنا يا غير ما نقدوا نحكموا على ذل لهنا عدلوا ما هو عاقب السنه شوفوا موريتانيا حصلت فيهم حل المشاكل شنو فهم إضافة أصحاب نوفا من هذا الجزء عن 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 يلا كيف قالوا زملاء المواعيد الدولية المقبلة تحضر تحضير جيد ونعود يعود حد ما هو جاي يعد يعدل صخورة في سوتشي مع مجموعة الثمانية يلا يجي عن عنده عن عنده برنامج واضح محضر نقوله مستشارين قاريين عن عندهم مشاكل وانا للامانه نحيي النقطه على الاقل بعد خلق وهو دعوته خلال تسلمه للقمه على الهجره السريه في افريقيا. افريقيا الان عندها مشكلين اساسيين لا بد من رئاسة نحن الاتحاد الافريقي توخذ شيء منهم على الاقل والله من موضوع منهم هذا اللي ينقادوا الامن واللي ينقادوا الهجره السريه. ظاهر يعني الرئيس اختر الهجره السريه يا الله ما هي سلبيه يا الله الى عادي قد يدير معها الامن لانها مشكله من مشاكل افريقيا ولكن يعاد بعد الهجرة السرية يا الله في يناير 2015 تعود افريقيا فتعت عندها استراتيجية ممولة لمكافحة الهجرة لكن عودوا حقق الشيء الاتحاد الافريقي. لين قصوا لفولي ايكونوميك جدنا اللي عنك دار لا تعود طلعت بيان البنك الدولي وقتك تعطي تعليق بيان لكن البيانات حكم السابق ما فهم فرق كبير يكون على النظام فهم شيء ما البنك يقول عنه ان بي ساتسفيد من لاكسيون دي سيتوريتي ان ماتيير دو جيستيون دو سيرتين بورتفي غير ملي فيهم فما تيها ا مون سونس لا كيلكو كونتراديكسيون باسكو دان كوتي احنا نعرفوا على ان لا كروسانس ايكونوميك Et le fait, en tout cas son moteur, quand la Banque mondiale table avec le Maroc, c'est le secteur privé. Or, on ne sent pas réellement le secteur privé être très mieux. On sent même l'État un peu se subroger aux activités privées en créant des entreprises, des compagnies aériennes, c'est-à-dire en supplantant un peu l'activité, les promoteurs privés. Et je pense que c'est un peu contradictoire. La situation est plutôt satisfaisante, les gens de la Banque mondiale. Dans le cadre du communiqué, parce qu'on dit qu'ils se félicitent que les autorités aient un peu d'abord contenu l'inflation, ce qui peut-être n'est pas faux, et en même temps, ils disent que les prix des produits n'ont pas augmenté. Or, que les ménages mauritaniens savent que tous les jours, les prix, que ce soit des produits importés ou locaux, les prix sont en train d'augmenter. Peut-être qu'eux, en tant que bureaucrates, ne voient pas ça, mais nous qui sommes liés à la masse, nous savons que tous les jours, malheureusement, le portefeuille de la ménagère, son panier n'arrive plus à le prendre en charge avec les peu de moyens. Mais indexer les salaires que les gens gagnent, avec un salaire de, disons, extrapolant de 70 000 guillemets, aucun père de ménage réellement ne pourrait survivre avec ça 15 jours aujourd'hui en Mauritanie. Il y a un problème sur ce problème. C'est une croissance, elle est réelle, mais c'est une croissance appauvrissante pour certains, pour la grande base des ménages mauritaniens. Bon, grosso modo, on peut dire que dans les termes, la Banque mondiale a estimé, selon ses propres critères, qu'il y a eu des évolutions sur ce plan. Hier, Mali, nous connaissons la position très diplomatique de la Banque mondiale. On n'a jamais été surpris par la Banque mondiale, même du temps où les gens se prenaient carrément et directement dans les caisses de la Banque centrale.
on n'a jamais vu la Banque mondiale, en tout cas, sortir un communiqué assez houleux pour dire ça, ça suffit. C'est vrai qu'à un certain moment, avec notamment le régime de Taïl, il y a une crise et qu'ils ont installé des gens qui sont un peu leur. Qui ont un droit de regard sur ce qui se passe à la Banque centrale après le premier putsch hein, de 2007. Mais dans la réalité, ce sont des gens qui travaillent en fait de façon sereine, qui ne peuvent peut-être, qui ont beaucoup de choses qu'ils disent de manière assez polie, de manière assez détournée, plutôt que des journalistes comme nous qui parfois sont un peu outrés par l'exagération du satisfait qu'ils peuvent donner. Merci. أنا ظاهر لي عن أرقام هذا كيف قال جدنا الأرقام دائما طابين عليهم ورانا ما مشكين من صدقيتهم غير دائما الأرقام الاقتصادية إلين تعود الهيئات الدولية الاقتصادية راضية عن التسيير الاقتصادي للدولة بمعنى عن فيها المشاكل الاجتماعية لأنهم ما يهتموا يكون عن يعود التضخم معتون عليه والخزائن الغنية من الفضاء وهذا منعكس مع هذا الاجتماعي. أنا ظاهر لي عن هاو الخلطة اللي في الحكم عنهم قوامة والله قوامة ذيك بعد هذا العملة الصعبة اللي تجيهم والفضل اللي ما خسروا منها يقوموا غير ما هم عطايا حتى بمعنى عن ما معقول عن دولة تعود احتياطيها هو أكبر احتياطي في تاريخها من العملة الصعبة ومن الفضل ومع الأسعار مرتفعة والبطالة خالقة والأمن أصبح حكم معدوم وهذا ما حد قافل ويتفرج على ذا والله حد ما عنده وضوح رأي وأنا ما مستقرب من دولة عندها حسب الأرقام عندها مليار من الدولار والله زاد عليه وهي قيمة الدنيا وقعدتها على ملة 50 مليون أورو حكمها البنك الإسلامي والله أعطاها والله ما أعطاها المهم هذا أنا متناقض عن عندي شوي ولا هو واضح لي ويحتاج بعد للتوضيح غير مهم اللي مضيف يا كان عدو واضحين هذا النوع عن 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 فعلا فم سياسة اقتصادية راضين عنها الهيئات الدولية نحن أو ما راو أي حد منهم ما لحقناه راضي عن طريقة التسيير لا تقول شيء من التسيير ما هم راضين عنه راضين عن طريقة لعتنا على التوازنات الاقتصادية الكبرى هذه النقطة والله اللي عن 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 يا الله ما خارج الرواية دائما مهمة عندنا هوناتية ولا من ذا رجال الصنيبة اهتمامنا حتى هبذا الجاي من الخارج الشهادات اللي تجي من الخارج ما هو مهم يلا تركز الحكومة في الفترة المقبلة على عنها ما لا تهتم بتقارير البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي على أهميتهم تهتم عنها يحس المواطن عن هذه الأرقام اللي تنقال له عن 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 عنها حقيقية نحن السنين تقريبا سمعنا عنها جابت باعت هذا العام اكبر شيء شو رقم قط باعته غير ما اللي تحت ما قال للناس ما قال للناس عن سنين منها عشرات السنوات تبيع لمدة محددة ومعروفة وضركاتية قسمة إنتاج عاد نصه يقيس سوق ونصه يقيس بعض من السمسارة
ولاك يعقب يعود عن عندون انقدراك نعود نراعوا في شيء فساد زينه غير قد ينعكس انه في اي لحظه اي لحظه على الاقتصاد ويفكر عن 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 سنين معدلت هذا الفن ولا شفناها ملي زادت كيل واحد من السكه الحديديه ولا شفناها شرات قاطرات جديده ولا اذا الارقام عيالنا انتم نبتعدوا عنها انتم لودوا الشيء على ارض الواقع. شكرا. انا اختارنا في القضيه بالذات اختار شويه نتكلم عنها بشويه باسهاب اللي انا راه الموريتانيا مصيبه خاصه عندهم تاريخ مع الارقام تاريخ مع علاقات تقارير وماني راجع لورا ذكر بلاك اللي جميع الموريتانيين يعرفوا مثلا قضيه الارقام مشبوهه ولا كاع الكاذب غير كي قالوا زملاء بنك مونديال واف ام اي والهيئه الدوليه لا ساتيسفيسي ان رياليتي يا الله يعود قدود مهم بالنسبه للحكومه وبالنسبه للسلطه وبالنسبه لبعض الجهات الرسميه يقال ظاهر لان هذه قالوا المواطن العادي ظاهر لانه هؤلاء زانديكاتور ماكرو ايكونوميك سواتيل والله الانفلاسيون كان لا ايتي ميتريزي والله لي بي والله لي بيب هي كانت مؤشرات كامله يعني ظاهر لانه ما يهتم بها حتى واحد كاع ما يعرفها ولا يفيدوا اخبارها ولا تهموا رياليتي هو اللي يلاه يخرص ديال لك شنوف لانه من درا شنو هي الانعكاسات الحقيقيه للعيش اليومي للمواطنين من درا هاي السياسات وهاي التقارير وهذا الارتياح عند هاي المؤسسات الدوليه وهاي الفضل الملمومه كي قال لك وهاي الفلوس الملانه من درا كانها انعكست ايجابيا للبانيي دو لافيناجير كومون دي للحياه اليوميه للمواطن الموريتاني. هناك مؤشر بسيط لذاك هو شنو هو لان نقدروا نخرصوا وانا هو لان بو دو شوز لي تروا لان بو اللي قالوا لي سيكتور سوسيو القطاعات الاجتماعيه اللي هي اللي تعني ياسر من الناس هاي اللي يقولوا للصحه وهاي اللي قالوا التعليم هاي كانت القطاعات حتخرص ماركتيها وخرص ادائهم وخرص الناس تشتغل فيهم وخرص ظروف الناس تشتغل فيهم اللي يجبر الحقيقة لأنها مأساوية مأساوية تو أنا ماني ناكر لك لأن فعلا خلقوا أطباب ولأن شراوا مكاين فعلا ولأن خلقوا داكور ديزانفراستركتير إداري مهم قدرة لي أنا والله الشنوف والله الخطة اللي كنا أنا بعد صرت وقع اللي كنا نمشي سيف وشرك لاطة عادي والدي زين أنت تنع القدرة ما ماشي مع شي واحد رياليتي أنا ندور أوت الإنعكاس اللي ياسر من الناس راك فاهم البنى التحتيه مهمه غير انا هم عندي منها التعليم وهم عندي منها الصحه احنا يلا نقبل شوي الوقت ونقيسوا هاي مثلا المؤسسات الصحيه والمؤسسات التعليميه لين تشوف لان هذا اللي قال لك متباين ومتباعد مع اللي خالق في الواقع هو القصد من التود جيري هو الدول والمؤسسات والبنوك والفضاء والكامل شنو القصد منه رياليتي شنو صار فيناليتي هو ان يعود الشعب يعيش بكرامه ويعيش ظروف طبيعيه ظروف عاديه قال لك الاسعار قال لك خلاص العمال يا اخي انت خلاص العمال هون اليوم من ادري ايش في المنطقه الحين تلا نقارن مثلا موارد موريتان واللي عنده مثلا من لي ريسورس ماتيريال ما قد يقارن باللي احنا من الدول وفي الوقت اللي انت تقارن خلاص قراي والله استاذ والله اي حد من هاي الوظائف الاولاد نقول لك انا اللي تراه ما يمكنه ما يتعدى على بيتكالكيل اللي تراه حقه الان هذا هو اللي الله يخرص مؤشرات مهمه ولي زانديكاتور مهمين الماكرو ايكونوميك وذا كامل غير من درا شنو وقعهم شنو انعكاسهم للواقع اليوم اللي نعيش اليوم الموريتاني عقب ذاك فهم قضيه التسيير ابدا شوي نعرج عليه ظهر انه مالي التسيير كي تقبل كنت هامك واعق بواعق ما قبل هنا باك تبتي وانا مشاطر به اللي حق التسيير مل اللي يقول لك في الشيء ذاك هو لانك انت خلاص مؤسسات الحكومه وراك ما طرا فيها ياسر اللي كان يعد يجيك الساعه واللي مقيون المعدل الانقلابات معدل اللي هذا كامل انا غادي نزات الله صيف صيفته ما اطرا شي قبال انت قبال اي مؤسسه برك قد ما تسمي قال انا حاسب مؤسسه هون للدوله وعندي لياك الجديده ابراهيم قبل النهار هذا والله اللي يشهر مديرينها كاملين وقعد في استدارتهم معاهم المدير كامل كل مدير طاعته 250 الف والله 300 الف والله 400 الف زياده على خلاصه والعمال البسيطين اللي هم اكثر حاجه معروف وهذا مقطع لي
ويقعدوا في التلفزيون ويقعدوا في المنابر ويقول لك تسيير والله هي كذا وشي كيف تبنوا على اساس اللي هم مصلحتي انا اختار نقول التقارير يلا يقبلوا حتى تحفظ واللي رابور واللي نومبر واللي شيفر متعدلين وقد حد يعتمدهم غير كي قال لك شنو ما يركز عليهم حتى من التركيز اللي يخلي الواقع الحقيقي للمواطنين اللي هو الحق مأساوي مقدس عالم مقدس خلاصات ومقدس كل شيء وقدرات وذا كامل مهم يا اخي بعد انا قال عندي اهميه حتى من انا جو جوست سي تي بيرمي جوست بور ريكادري نو ريكادري ان بو لا كونسونس ميم دي كومونيكي بي الكومونيكي دي بيان الين هذه لا كروسانس اي تيري بار لي سيكتور ميني انا هلين ما فهم من نوتر اكتيفيتي كيف نوتامون لاغريكولتور كيف كوري بي جو ان رول انا هلين ومام دان سي سيكتور ميني نحن نعرفوا انتازياست Par exemple, il y a des gens qui ont été renvoyés. Il y a une compression économique qui a été annoncée. Il y a même des secteurs qui sont porteurs sur le plan de la croissance. Et puis, ils parlent de leur souhait de voir une croissance inclusive. C'est-à-dire un nas qui a le hamish de la croissance et en bénéficie. Je pose une question. Je ne suis pas sûr que le chef de l'État aujourd'hui sait que le kilo de viande se vend aujourd'hui en Afrique à 2200 ougiya. كي اللحم ايماجين ان فويي مودست كوم انا داير كدي مودست اكسبتي بيتيتر ان بيتيت لا تيت دي لا بيراميد ناس ما عندها شيء عايشه به سي فريمون العايشه به سي بيتيتر دي والله جو دير لا سوليداريتي سوسيال لا اون فيريتابلمون دان ان بروميسكوتي توتال هذا يعطيهم Normalement, les décideurs doivent le savoir, ils doivent s'en préoccuper. Tenez, Madek, la croissance inclusive, la Banque mondiale, dans son rapport de juillet 2012, il parle que les deux tiers de la population active jeune, ils sont au chômage. Nous, les secteurs qui vont les employer, le secteur minier, ils sont au milieu. Il faut, c'est ça la distribution de la richesse. احنا هنا الكروسانس كي دو اتري دي سبي اترافير دي سالير او موين لي جان كي ترافاي با او سي ني با لو كامو لازم اجوردي نو افون ان باز لا باز دو لا بيراميد دو لي شومور كي تري جيتوفي اي يا بيتيتر كيلكو زان كي فيف بارفا كوم في بو بارفا دي سما ما هم بعد سي مي سي با لا ماجوريتي دي موريتانيا اسكو با ديدوير كو بور فو لي ساتيسفيسي دي سيسيو انترناسيونال دي بريزونت ريان ان موريتانيا Non, ça représente un crédit. Ça représente un crédit pour les autorités. Alain, la gestion, comme ils disent, tous les jours la presse évoque des questions de mauvaise gestion. Ils sont, mais ils ne réagissent pas avec fracas comme nous on le fait. Ce sont des gens qui ont une retenue, qui veulent aussi, qui ont un partenariat avec l'État à long terme. غير اللي يقولوا عبارة تحسن وتخشن اللي يقولوا احنا بعبارة ما 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 مدرليش هم يقولوا انصردين غير ما هم لا يديروا فان كومونيكي تقريبا الشهادات الدولية ما قد حد يقول عنها مهمة لكن ما يلا نعود مركزين الشهادات الدولية ولا يلا نعود مركزين عن إذا نجحنا في العتنا على التوازنات الكبرى تم مركزين لا على التوازنات الكبرى يا يلا نحاول نعدلوا شيء فعلا وعدلوا شيء من الامور غير ما فات انعكست بما فيه الكفايه على المواطن العادي عادي يشوف الطريق واخره من حلال ويشوف امبولات الله واخره من حلال غير المرجم ما طرا له شيء الطفل اللي فهم بشهادته ما اشتغل ولا عاد حد قط اشتغل رجع لهم من شهر امسام والله تازياست اذا هذا هو اللي يلا نركزوا عليه ويلا نعود واضحين الشهاده الدوليه تساعدنا في تجبير التمويلات ومشجعين عليها الفريق الاقتصادي ومشجعين الحكومة عليه غير ما تعود مبراكية ولا حد تكلم تقول له قالت افهمي شي من الخلطة يجو هون يعدوا لهم شي من الندويات ينعتوا لهم شي من كونتات يعدلوا تقرير هذا اللي قالك جدنا ما معقول حد ينقال ورك عن 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 الشركات المعدنية جايبة
النتيجه في نفس الوقت اللي نحن اولادنا يتعايطوا قدام الرئاسه منقزين ما هو معقول ولا هو حقيقي لا 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 عايش حد في حلم عن عنه حقيقي ما هو حق يعقب يعرف عن عن عنه ما هو حق فيهم اللي مساله احنا بس الحين الوقت ما كان من الاساس كي كونسيرن votre explication du retard de la mise en place de la formation. Bon, je pense qu'on n'est pas dans les secrets du président, mais ni du premier ministre. Mais de manière très brève. Là, on suppose que de toute façon, il y a des difficultés pour trouver le bon attelage, si on peut dire, parce que de toute façon, le premier ministre a déjà vu le président qui apparemment l'a renvoyé pour d'autres retouches, et ce qui fait croire que, en tout cas, الناس الموريتاني تحاني للغوفرنمان هو سي ان غوفرنمان دو فاسون دو كلكو موا باسكو سي ان غوفرنمان دو كامباني ولا بدات دار فيه هذيك الميزه على الاقل على انه مد بون قال البريمير مينيستر لارجمان ريبريزونتاتيف وحنا اون بارل دو ان فيت دو ريدوير لي كو دو ليتا اي دو ريدوير لي ديبارتمون مينيستيريال ان موين دو 23 او 24 جو سي بلي كومبيان ديجا ومعناها عدم فما تيا واحدين اللي عندهم طموح des partis qui sont issus d'ailleurs du parti maire, si je peux dire. Il y a au moins trois partis qui vont avoir six ministres, chacun deux, ou il y a deux ou trois autres partis qui ont un ministre au sein d'un gouvernement de 24 ou de 25 ministres. C'est très difficile pour choisir. Et ensuite, il y a quand même le parti majoritaire qui doit avoir quand même l'ossature de ce gouvernement. Mais Allah a dit qu'il y a un وتخلق الأول مرة لأن في المرات الماضية وفي الحكومات الماضية تعرف من النهار الأول عن فلان ما شو عن فلان ما هو ماشي ولو إلى ما نعلن عنه وهذا لا الساعات لا سيما إلى عاد أسبوع قاع لا يعرف كل شيء نحن اليوم في الأسبوع الثاني ولا فات وصلنا شيء ورانا لكم قبالة الأخبار ونحاول نلوجوا لها قادم الرام هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أظهر من التسريبات اللي خلق عن ولو إلى انفتح على الطبقة السياسية عنها ما مؤهدة لينفتح حد عليه. لأن اللوائح الإعطاء والأحزاب اللي كانها ممثلة في البرلمان هذا اللي إجبر منهم ظهر مدى إفلاس هذه قادة الأحزاب لأنهم كلهم يرسل لا راسه والله أخوته وأخواته وأولاد عمه وكان هذا محصور لا هذا يعبر عن إفلاس طبقة وعنها ما هي اسمحوا لي العبارة قاسية يلا نقولها بكل صراحة عنها ما هي ما تستحق الثقة المسألة الأخرى النقطة المهمة عن 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 يعني نعتبر عن تأخيرها عن إن شاء الله يعود إيجابي نرجع وعن عنها تعود حكومة قبل هذا الوقت وعدة حكومة حقيقية ما ترجع لنا بشيء من المفاجآت اللي كنا لا نعرف أصلا وترجع الحالة صرت ضمن قطاعات لا بد من يلاحظ عنهم وراني ماني قايل لك القطاعات فهم قطاعات لا بد من يلاحظ عن مصدود شعور التعليم لا بد من يلاحظ عنه مصدود شعور واركاتية لأن نحن ضارك مقاسمين في التعليم التعليم خسر عاد تعليم النظامي هوك وحده وطبقته معينة من المجتمع التعليم الحر وهل هذا خسر وعاد متخلط وهل هذا خطير على وحدتنا الوطنية الصحة إظهار عن ذلك أنا نعتبر عن نية القائمين الفوقانيين على رواية طيبة لكن إظهار عن ذلك وعدل فيه أجستوان أنا كنت نتكلم مع دكاتير نهاري هذا اظهار عن اجهزتهم اللي جابوا عن وخزب الرئيس
الوجه الاول انجاب وجهي اجهزه خارج نوعيه متهالكه ولا صالحه لشيء. اذا انا بالنسبه لكم في القطارات شرط حد يركز على الكوره. اذا انا كي قال لك خلطه بو ني با دان سكريجي كريجي لحد كاع عرف من موريتانيا عنده 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 الحقيقه الحق عنده لماذا تاخر لك رمضان سي با غير كي قال لك زميلي شنوف طاح لله ان شاء الله يعود كي يقول نحن هوك خبر خير ان شاء الله ان شاء الله. انا قد سمعت انهم يعدلوا غوفرمون دو كومبيتونس هذا مهم حكومه كفاءات الحق روايه مهمه وحد يعود الكفاءات الى مضى اسبوع والله انه هو ينبش في هاي موريتانيا كامل يقرا الكفاءات لا سيما نص الكفاءات هذيك الكفه الاخرى معطل على انك عندك لي شوا ان بو ريدوي ا مون افي عندك الله لا ماجوريتي ديك الاحزاب اللي معاهم خاص بها الكفاءات واحد انهم الى ما حصل يجيبون شيء مضبوط ان شاء الله ما يخسر شيء. هذا جانب. الجانب الاخر هو هو اللي قالها الزميل وانا مشاطر فيه ولان لان وفي طبع تعطينا صوره مثقله عن اللي خارج موريتانيا كامله. موريتانيا كامله من الوياس من الزمن جميع المسؤوليات الكبار لي كانت فونكسيون الوزارات وهذا كامل يطلع ليش المعايير الحق اللي ما عندها علاقه بالموضوعيه ولا عندها علاقه بالكفاءه. ينطع الاساس شي من الامور في لي دوزاج كوميونيتير ولا كاع كوميونيتاريست وفيه القبيل وفيه الجهات وفيه الولايات معناها انك يمشي من الامور الحق ما عندها علاقه بالكفاءه ولا عندها علاقه بالموضوعيه. معناها ان قضيه هذه الاحزاب مثلا اللي الله يشركوا اغلبيه رئاسيه داعمه للبرنامج رئيس الجمهوريه. هذا طال الصوره عن هالشاشه تخلى عنه كي قال لك زميل شنوف نوع من التكوينات السياسيه. يملي افكتيفون قلت لك هذا لا يعطي صريقه صوره مثقره سي لا موريتانيا مينياتير لكن الحد يعطي راسه والله كي قال لك يعطي قريبه والله يعطي قريبته والله يعطي سي لي كوبيناج سي النيبوتيسم سي لاميتي سي 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 لا دونك هاي يعطينا الصوره مولي لان اللي عندنا نرجعوا بعد هاي القضيه لان كانت وانا بعد في ان برونستيك في ان برونستيك في برمي دي فان برونستيك فاهم لان هي ولا شك فاهم من قد قبال دونك هنا حكومه من الناس ما عرفوا يقول لي سي ايفيدون يقول لي داهي موريتان ويقد يعود يقول لي ما اهم شيء فار من قدو راح تمشي بعد حسب واش تواري انا غير راجي في نفس الوقت انا كي قال لك انا تجي شي من الناس اللي في الحقيقه تعود لي تعدل شي تعدل الموريتان اخيرا في النقطه الاخرى راح نهم ان اس بي فهم جانب دور لاين وضع الاعتبار راح لانه التشكيله المقبله هو لانه راح لان هذه الانتخابات اللي ما تنبعد منها الانتخابات الرئاسيه اللي مهمه اللي ما يكون عن شهرة منها ولا لا ظهر لك دور لا يدخل على الاعتبار لان هو لاس بي اي فتراليست وبوبيليست ودي شي من الناس حقا اللي مريوق فيها ان رياليتي قد ما لا كومبيتونس كبار قد اود كومبيتونس هما لي بوبيلار ان ميم تان يعني غير بعد نعرف العامل ما هو اللي يكون يعود شكرا للزملاء اللي كانوا معي في الحلقه وهم جد ولديد والشنوف المالكي وصنيده الكوري من جريده القلم حتى يجمعوا العلاقه ودعنا لكم دائره.